كل هذه الأبحاث يا سامو لن تغير في مليار ونص ديال المسلمين. هاد الأبحاث اللي حطيتي درتي لها كوبي كولي أن هناك أبحاث كشخصية الرسول العرب ومحمد، يعني محمد المجد، محمد دلالة على شخصية المسيح و و و ووجد في مصحف الحسين، وهذه لن تغير في السني أو الشيعي الموجود في اليمن وفي مصر وفي السودان وفي المغرب أيضا. والله تدخلها لهم في الإبرة، تديرها لهم في السير وتعلقها لهم في الدم، سيت خوتاخ. فوالا، أنا بغيت نسولكم أمال وفام، شنو هي بالنسبة لكم النقطة التي أفاضت الكأس ولا القشة التي قسمت ظهر البعير؟ أنا زيد وتارة، هذيك هي الأكبر حاجة اللي قرفتني ذلك الدين. تفضلي أمل. لا أنا فقط عندما قرأت إيش فإنما غنمتم من شيء فلله الخمس وللرسول، على طول عندما يعني فكرت في هذه الآية منطقيا بصراحة لم أقتنع، ولن يستطيع أكبر شيوخ الدين. أنا بمعجزة بس سأرجع إلى عقيدة يجب أن أؤمن بأني خلقت ويجب أن أخاف وأتعفف عن جميع المعاصي، وأقتنع بأني عندما أموت سأكون أمام كيان يحاسبني. وفي احتمال مثلا إذا عكسنا الآية، نحن من غزينا العراق وأنا يعني أصبح لدي غنيمة قيمتها أو يعني خمسها مثلا 15 دينار كويتي، عمري حياتي لن أقتنع بأني خلقت ويجب أن أخاف مثلا 70 سنة إذا عشتها، وأن كياني أنا خائفة منه ومن سيحاسبني وهو من ومن سيقرر مصيري إن كان جنة أو قعر نار جهنم، كيان يريد مني 15 دينار. لا يا عزيزي، لا، إن سقط شيء من هذا الإله فكل شيء المفروض أن يسقط، لأن هذه الآية لا تعني إلا شيء واحد، الله ليس غني عن العالمين، مالك السماوات والأرض ليس بغني عن خمس غنيمتي، هذه فقط هي من جعلتني من بعد مدة طويلة من الشك أن أخرج خروجا سهلا من الإسلام. الإله يسوى 15 دينار. كيو، أنت ما هي الشوكة التي كسرت بعر ظهر البعير عندك كيو؟ القشة. أنا بالنسبة لي ماشي شي حاجة في الإسلام. أنا اللي صدمني هو واحد 10 دقائق ديال واحد ستاند اب كوميدي ديال جورج كارلين كيهضر على الدين او الاديان، هو كينتقد خصوصا المسيحيه، ولكن الفكره ديالو كتنتقد فكره الاديان وخصوصا فكره الخالق. يعني انا اللي خلاني يعني نخرج من الخرافه هو ان فكره الخالق هي واحد الفكره يعني اللي ما عنده حتى شي اساس، ويعني تما فين لحت كل شيء. من بعد وليت كنبحث شويه في الاسلام وتنتاكد وتندقق وتنشوف المصادر وداك الشيء، وكنبقى نقول كان نظن 2017، يعني تعطلت بزاف وضيعت بزاف في الرافه.
وهذاك هذيك 10 minutes ديال سميتها religion is bullshit. هذيك هي اللي فيقاتني واللي تنقول ما يمكنش، ما كاينش الخالق، ما كاينش شي حاجه سميتها الخالق، العلم ما فيهش الخالق. صافي تما فين حي، حيت كانوا عندي شكوك. سمحتي لي يمكن تشرح لنا اكثر القضيه اللي فيقاتك كيفاش؟ ما انا ما فهمتش. غندير لك واحد كوبي بيست وغادي نعطيك هذاك 10 minute segment خاصك تفرج فيه. لو يفهم اسمح لي يا خويا. دابا سامو كان واحد الكوميديان سميتو جورج كارلين، كان اعتقد اللي كيهضر عليه الاخ كيوي هو ذا 10 كوماندمنت، العشرة سميتهم الكوماندمنت، الوصايا العشر ديال موسى. هو كاين واحد الليستا الى هذا الشيء اللي كيقول جورج كارلين، غادي نشرحه لك بالدارجه. كاين واحد الليستا اللي خلقها الله فيها عشرة ديال الوصايا، الى اخترقتي اي وصيه من هاد الوصايا غادي يشدك وغادي يحرقك وغادي يدوبك وغادي يقليك وغادي يخرج الدخان وغادي تبكي وغادي تتألم ولكن كيبغيك. هذا هو لي الكيو، هو هذاك اكزاكتومون. وي دابا ديري لي نعطيه ليه بهذا باش انا سمعتها الاخوان. انا سمعت هذه في 95 وكنت ديك الساعة شيعي، ولكن I didn't grasp it. ما بانش ليا سمعتي، حيت الدماغ كيكون كيفكر بواحد الطريقة ماشي راسيونيل، كيكون مبنج، كتكون بحال اللي مضروب. يا فاش كتلقى اي انفورماسيون كتناقض مع الانفورماسيون اللي يعطاك الإسلام، الدماغ ديالك كيلقى شي طريقة باش ما يكونش عندها مفعول. يعني كتكون biased. وهذا الشيء وقع لي أنا في 95، سمعت وقيل قاع 94 ولا قاع وقيل 93، ما عقلتش بالضبط، ولكن عقلت حيت كنت أنا واحد الأخ عراقي. إذن إلا كنت مع واحد صاحبي عراقي، إذن إلا كنت معه إذن ديك الساعة كنت شيعي. ولكن داك أنه تريجري هذيك الكيوسيتي ديالك وتبحث في هذا الموضوع، ما عرفش ما كيكونش خدام. كاين شي بلاصة في الدماغ اللي كتكون عامرة وما محتاجاش شي تناقض ولا شي جواب على شي حاجة. وهذا الشيء اللي وقع لي أنا في هذه المدة كاع، كنا كنشوفوا بزاف ديال الحوايج كيتعارضوا. نقول لكم أنا مني سمعت بأن الخميني والشيعة ما عندهم نكاح صغيرة، هذه هي اللي ضرني فيها راسي. ولكن انا اللي وقع لي حيت بقيت كنسمع، دخلت البالتوك وكنسمع كاع الشيء اللي كنعرفوه دابا تقريبا على الدين، بقيت كنتصنت ليه تعرفته كامل، كاع دوك التناقضات. كنت كندخل وكنريح الجروب، كان ديك الساعه كتكون فيه 25 30 واحد 40 الماكسيموم، وديك الساعة كان ما كانش التليفون، كان خصك يكون عندك اللابتوب ولا البيسي، يعني الناس ما كانش عندهم ماكسي الانترنت، وخص تكون عندك الكونيكسيون داك الشيء كامل. مهم ما كانوش الناس كيجيو بزاف. بقيت كنتصنت كنسمع حيت ما قدرتش، ما قدرش نطلع، وانا كنعرف بان داك الشيء اللي عندهم الحق. ما لقيتش كيفاش غادي نطلع، يا
يعني ما عنديش شي عذر نطلع، الا غادي نطلع وغادي نقول نعايرهم علاش كيهضروا على الدين نقدر نديرها، ولكن ما نقدرش نقول لهم هادشي اللي كتقولوا خطا، حيت داكشي كله كيحطوه وبالمصادر وب المساله كانت عندها علاقه بالدين، كانوا كيحلوا يجيبوا القران ويجيبوا ايات قرانيه ومشوا يشوفوا بحال هادشي ديال البيدوفيليا وداكشي ديال السبي. المهم زدنا عليه حنا بزاف من بعد هاد الايامات، هاد 15 عام زدنا بزاف ديال تحليلات وداكشي، ولكن هما كان الفوكس ديالهم هو ان القران فيه شي بزاف ديال الحوايج دا طون انا دابا تقريبا 6 شهور وانا كندخل كنريح وكنسمع التناقضات. من بعد 6 شهور اللي وقع ليا فاش بديت كنقرا، فاش كنقرا القران ما كنحش بهذيك القدسيه اللي كانت عنده. يعني القدسيه اللي كانت فيا او القداسه اللي كانت فيا تجاه الاسلام ما بقاتش، حسيت بحيلة خرجت فاش كنقرا. وقعت لي هادشي، صاحبي كيعيش هنا في الميريكان وكيقرا عليا في القران، وانا هو كيقرا عليا، فاش كيقرا عليا شي حاجه على القران على الرسول وداكشي كنمشي ديريكتومون للصحراء ديال قريش. من قبل كان عندي لك يهضر، إذن شي حاجة مقدسة عندي، ما كيطيحش عليا الرسول وداكشي، ديما كنفكر بأن راه الله هو اللي كي يقول القرآن. ولكن بعد هذيك 6 شهور حيت بقيت كنسمع في التناقضات اللي كاينين في الدين، وهنايا دخلت مثلا أنا فاش مشيت للشيعة قلت بأن مشيت على أساس أن القرآن كلام الله ومحمد نبي الله لا تناقش، حقيقة مطلقة. من دست الشيعة لقيت بأن الرسول مقدس والقرآن مقدس، ولكن مع مني تجرأت وسولت على واش محمد فعلا نبي الله، مع مني تسألت قلت اشنا هو الدليل اللي عندنا على نبوة محمد. نو هو كتسأل عليها، ولكن كتسأل عليها بطريقة جد سطحية. أوكي، مع من سألت واش القرآن كلام الله، نقلب فيه واش فيه شي مشكل ولا ما فيه شي مشكل، واش اللي عطاني ديك ترانزيسيون للشيعة. دابا منين دزت للشيعة أشكلت بدا كيدخلني الفكرة ديال، بديت كنتناقش كنتسأل على القرآن وعلى نبوة محمد. منين بديت كنتسأل إذا نشدت هاد جوج كانوا عندي مقدسين، القرآن ومحمد جوج ديال حوايج مقدسين ما خش يكون عندي فيهم الشك. بقاو كيدخلوني تناقضات عندها علاقة بشخصية محمد وعلاقة بالأوثنتيسيتي ديال القرآن. بقيت كنجمع في لانفورماسيون، حتى واحد الوقت حسيت بان هذيك القدسيه خرجت مني، اني ما بقيتش كنقدس هذاك القران. فاش كيتقرا عليا بحال كتعاود ليا على شي ثقافه عايشه في الصحراء وكتعطينا فكره انثروبولوجيه، كيفاش ولا واحد الانسان سميتو محمد عاش في الصحراء. يعني ديك القدسية ما بقاتش عند القرآن، لا من ناحية اللغة ولا من ناحية المضمون ولا من ناحية الحدث، حتى شي حاجة. ما هنايا أنا بدا الأخ كيقرأ عليا في التليفون، هو كان ساكن في نيوجيرسي، وكيقرأ عليا في القرآن باش يشرح ليا شي حاجة، هو كيقرأ وأنا ما درتش ديك الكونيكسيون. هذاك الكلام ما بقاش عندي مقدس ولا عندي كلام عادي. يعني البروسيسوس باش انا خرجت من الدين، ان فاش دخلت اول سمية دخلت بها هي ديما شيعة، نو ديما علي، حيت كنت ديك الساعة شيعي.
أوكي. إذن هنا السر هو أنني شديت بقيت كنعرف التناقضات في الإسلام حتى خرجت حتى وليت كان كيبان لي الإسلام القرآن شي حاجة تافهة. بقيت كنعرف على شخصية محمد حتى وليت كنتجرأ عليه. اللي وقع هنا هو أن القدسية تحيدات، واحد الحاجة مقدسة هي واحد الحاجة بارفيت، واحد الحاجة ما خصش يكون عندك شك فيها وما خصك تقول عليها حتى شي حاجة خايبة. هذه هي المقدس. أنا في هذيك 6 شهور كنت خدام كنضرب في المقدس، قدسية ديال محمد بقات فيها تناقض تولات ما بقاتش تقريبا مقدسة. نفس الشيء مع القرآن، القرآن كان عندي مقدس حتى ما بقاش مقدس. إذا الإنسان المسلم باش كيبدأ كيبدأ أولا بالقداسة، أن واحد القرآن مطلق ما كتسألش عليه، ما كتسولوش كاين شي خطأ في القرآن ولا ما كاينش شي خطأ في القرآن. القرآن كلام الله، محمد نبي الله، حقيقتين مطلقتين. وهذا هو البروسيسوس اللي كيدوز منه الإنسان باش يخرج من الإسلام. لحقاش القدسية الدين انت اللي كتخرج منه، هو اللي كيخرج منك ماشي انت اللي كتخرج منه. غير حنا كنسولو يعني واحد الانسان كان مسلم وما بقاش مسلم كنفهموها بان هذاك الانسان خرج من الاسلام، ولكن في الحقيقه الاسلام هو اللي كيخرج منك. اشنو هو الاسلام كيخرج منك؟ هو القدسيه ديال الدين كتخرج منك. وهذا الشيء امتى كيبدا؟ كيبدا فاش كتسمع أول تناقض في الإسلام. مثلا هاد السيطرة بالسين ولا بالصاد شي حاجة اللي أنا ضراتني في راسي، ماشي السين والصاد هو المشكل. المشكل هو إلا كانت شي حاجة كلها بارفيت، واحد الحاجة صغيرة ماشي بارفيت فيها، بحال حطيت لك شي طابلو بيض، قلت لك هالطابلو هذا بيض وحطيت واحد الحجم واحد السايز ديال درهم وصبغته بالكحل، انا ما تقدرش تجي تقول لي بان هالطابلو كله بيض. اوكي هالطابلو ماشي كله بيض، بزاف منه بيض، ولكن واحد طريف فيه صغير. يعني أشنا هو المطلق؟ المطلق هو لا كولور بلونش، هو اللون الأبيض هو المطلق، ولكن ما بقاش مطلق إلى أنا درت فيه واحد لطاش صغيرة قد الدرهم كحلة. وهذا هو المسألة ديال الدين، ماشي بالضرورة تعرف عليه كل شيء باش تقتنع بالدين. إلا غادي تخدم العقل ديالك غتقول أوكي لقيت واحد الحاجة خطأ في الدين ومتأكد منها، واحد الحاجة صغيرة بحال السيطرة بالسين ولا بالصاد، لقيت واحد الحاجة صغيرة في الدين نيجاتيف والإدعاء ديالي كان أن هذا القرآن ما فيه حتى شي خطأ، إذن هذا القرآن ماشي من عند الله حيت فيه خطأ. ولكن هذه ديما ما كتكونش كافية. علاش؟ حيت هذه في حد ذاتها ما غاديش تحيد القدسيه. القدسيه ديال شي حاجه راه عشتي بها 30 عام ربما 40 عام وانت عايش بها مقدسه، اذا ما يمكنش تهرسها بهذه السرعه. خصك دير الريفرس بروسيس، كيف ما دخلت القدسيه خصها تاخذ الوقت. اذا هنا المهم ماشي هو تبين لواحد الانسان الخطا اللي كاين في الدين، خصك تحيد لي القدسية. يعني خصك تبين لي هذا الخطأ وهذا الخطأ وهذا الخطأ وهذا الخطأ، حيت المسألة عندها علاقة بالتلقين. أوكي وهذا الشيء اللي كنديره
هذاك البروسيسوس اللي كتبدا توري ها الخطا الاول ما كيقتنعش كتقول لي هاك هادي ما كيقتنعش كتدخل المنطق كتدخل اللغه كتدخل الفيزياء كتدخل التاريخ كتدخل اللغه اي حاجه كتدخل فيها الا وكتلقى فيها بزاف ديال التساؤلات وبزاف ديال الاخطاء. اي حاجه جاب الاسلام في لما مشيتي في الإسلام كاين شي خطأ، ممكنش ما يكونش خطأ حيت إلى هذاك الشيء كتبوا غير دوك الناس، إذن دازت عليه 1400 سنة خصيبان كله شي حاجة، ماشي كنهضروا على أي ناس، ماشي جابوه لنا اليونان ولا الرومان مثلا، شي حاجة جابوا لنا شي ناس كانوا ساكنين في الخيام 1400 سنة. هذه ما يمكنش غادي تدوز 1400 سنة وحنا في الموقع الجغرافي ديالنا وفي الظرف الزمكاني اللي كنعيشوا فيه غادي يكون هذاك الشيء عنده شي حاجة بوزيتيف لينا. إذن إلا ما كانش بوزيتيف يا إما غادي يكون نوتخ ما غادي يغير حتى شي حاجة أو لا غادي يكون نيجاتيف، وهذا هو الحقيقة ديال الدين. الدين ما يمكنش تكون فيه شي حاجة بوزيتيف لينا، إذا كانت شي حاجة بوزيتيف إذن خصنا نقوله بأن هذوك الناس ديال قريش كانت عندهم حضارة وكان عندهم علم وكانت عندهم معرفة، ولكن هذوك الناس ما عندهم والو. داكشي علاش فاش كيجي شي واحد كنقول له عطينا شي حاجة إيجابية في الدين، أنا الحاجة الوحيدة اللي كنعرف إيجابية في الدين هو الوليد ديالي والوليدة المفاصل ديالهم خدامين. أوكي كل ما كانش الوليد والوليدة عندهم الدين ما كانوش غادي يديروا دوك الحركات الرياضية. هذا هي الحاجة الوحيدة اللي كنشوف بوزيتيف في الدين. أوكي كتخلي واحد الإنسان كيدير الحركة كيمشي على الأقل عنده خمسة المرات في النهار خصو ينوض وخصو يدير شي حركات، يمشي يسخن الماء يدوز الحمام يغسل يديه وجليها كيدير الرياضة شوية كيدوز كيمشي يصلي كيطلع الفوق وكينزل الركوع السجود ديرها ثلاثة المرات هنا أربعة المرات هنا كتصومي داك الشي كله كتعطيك بحيلة ساعة ديال الاكزيرسيس في النهار ما بين الصلاة والوليد كيمشي للجامع وتا الوليدة كتمشي للجامع. يعني هذا الشيء هذا اللي كيستافدوا منه هو الرياضة. other than that من غير هذا الشيء ما كاين حتى شي حاجة بوزيتيف. ماشي حيت قريته وعرفت بان ما فيه حتى شي حاجة بوزيتيف حيت خصني نأسومي بان ما يمكنش تكون فيه شي حاجة بوزيتيف. حيت جوج ديال الحوايج جا من عند شي ناس بدائيين. الا مشيتي للواقع ديال 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 قريش ما غادي تلقى عندهم حتى شي حاجه اوتيل ليك نتايا، شي حاجه تفيدك. مثلا الا دخلتي لواحد الخيمه انسان يعيش في الصحراء يعيش في خيمه، انت واش غادي تلقى شي حاجه غادي تعجبك تقول هاد الحاجه هادي اللي في هاد الخيمه غادي تنفعني عندها واحد الاستعمال؟ الا ما لقيتيهاش علاش كتظن بان غادي تلقى الفكر ديالو فيه شي حاجه غادي تاخدها؟ واش فهمتوني الاخوان؟ دابا الا حطيتك عند قريش دخلتك للدار ديال ابو بكر قلت لك خذ من الدار ديال ابو بكر شي حاجه اللي غادي تستعملها انت غادي تستافد منها، غادي تدخل الخيمة ديال أبو بكر غادي تشوف فيها كامل غتقول أنا ما عنديش ما نأخذ من هذه، أنا ما عندي ما ندير بالقربة، أنا عندي الروبيني، أنا ما عندي ما ندير بالحمص بين عدسها وفولها وبصلها، أنا عندي البصلة وعندي ما عندي ما ندير بالإناءات اللي كياكل فيهم، ما عندي ما ندير بالسرير اللي كينعس فيه، ما عندي ما ندير بالدايت اللي كياكل منه. علاش؟ حيت أنا يا ما محتاج حتى شي حاجة. أوكي علاش فاش كتشوف الخيمة وداك الشيء اللي فيها ما كتحتاج فيها حتى شي حاجة، ولكن فاش كنقول لك المفكر العقل المدبر
اللي هو محمد، علاش كتظن بان غادي تاخذ منه شي حاجه مهمه في الحياه ديالك؟ مزيان، شنو هي هذه الحاجه؟ هي الثقافه، هي الثقافه، الثقافه هي كل شيء، هي علاش انت في هذا الوجود، اوكي علاش انت كاين هنايا. الاسلام عنده الجواب، جيتي باش تدوز امتحان، الى عشتي حياتك محمد هو 10 على 10، الى عشتي حياتك غلاتيف اون فونكسيون دو محمد، حتى دي الثقافه من هنا كتبدا، من هاد لو بوين هو علاش جاي انت هنايا، هذا هو لو بوين دو ديبار باش كيتبنى كل شيء. هذا الفكر ديال الانسانيه هو علاش حنا هنايا. اوكي كتجي تقلب الاسلام تيقول لك انت جاي هنا دوز امتحان، عندك محمد هو على 10 10 وهالحياه ديالو، ها اللي بغاك محمد دير، ها اللي ما بغاكش محمد دير، وسا ديبون. الا جبتي 2 على 10 كتمشي لجهنم، الا جبتي مثلا 5 على 10 كتكون في قاعه الانتظار، الا جبتي 6 على 10 كتمشي للجنه، الا جبتي 4 على 10 كتمشي لجهنم. هذه هي الفكره ديال الدين. واش هاد الفكرة عندها شي نسبة من الصحة؟ أنك جاي هنا تدوز امتحان، شكون قالها لك؟ محمد. إذا محمد دخل نيجاتيفمون، لحقاش هاد المسألة علاش حنا هنا؟ أون با بوزوان دو ريبونس، ما محتاجينش الجواب ليها. أوكي، أنت مديو باش تعيش صافي دي مليون داني وانت خدام البروسيسيس باش تكون فيك باش تجي لهذا الوجود، اذا ما يمكنش حتى الخاتمه عاد عندك مشكل. واي يو هير، انت جاي هنا باش تعيش. شتيكو كانت هذه هي لا ديفينيسيون اللي عطانا الدين، كانت غادي تغير كل شيء، كل شيء كان غادي يتغير. كون جا الدين وقال لنا انت جاي هنا باش تعيش، جوج ديال الحوايج، انت جاي هنا باش تعيش وديها في سوقك، ديها في كرك، دخل سوق راسك، جوج ديال الحوايج. كون عطاهم لنا الدين سيفيزون، وهذا الشيء كاين عندنا فينا احنا، احنا بيولوجيكمون، احنا غريزيا كنعرفوا بان جايين هنا باش نعيشوا، حيت everything around us كيقول لينا بان احنا جايين هنا باش نعيشوا. That's it. الى عندك هذه الفكره اذا حليتي واحد المشكل كبير. علاش كنقول هذا الشيء؟ حيت كنشوف بان مثلا الوالد والوالده ديالي واحد النهار غادي يكون في لاج ديالهم الى عندي الزهر، وكنعرف كون بقيت مسلم غادي نبقى فاهم بان الدنيا امتحان، اوكي، وغادي نبقى نفيق بالليل وتمر الكحله وتهسست، ما نقدرش نعس حيت كنخاف من جهنم. مثلا انا كنوض مع الجوج ديال الليل، كتبان لي الوالده كتصلي ولا الوالد كيصلي، كنقول علاش هاد الناس كيصليو، علاش كيصليو؟ واش كيخلي يصليو حيت كيبغيو الله؟ واش كيصليو باش يدخلوا للجنه؟ ميمكنش تنوض مع الجوج ديال الليل بغيتي تدخل للجنه، ميمكنش تنوض مع الجوج ديال الليل تصلي حيت كتبغي الله، ولكن تأكد بأنك نوضوا مع الجوج ديال الليل حيت خايفين من الله. هذا من الحوايج اللي بوزيتيف كاع الناس اللي كيخرجوا من الدين الإسلامي اللي كنهضروا عليه، كلهم كيرتاحوا من هذه الناحية هذه. يعني كاين واحد 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 الألم وجودي، اوكي، ألم وجودي، نقدر نقوله قلق وجودي، ولكن هذا ماشي قلق، هذا عناء وجودي، هو الموت. اوكي، احنا كمسلمين الموت عندنا هي جهنم، علاش؟ حيت الرسول ديالنا كيقول لنا بأنه هو براسه ما ضامنش الجنة،
اوكي. وداك الشيء اللي كيطلب منا الانسان الاسلام بزاف. اش كدير؟ كتعود عندك الموت كتعني جهنم اوتوماتيكمون. كتقول الانسان مات ما يمكنش تقول كلمه الموت وما تفكرش في جهنم والجنه، ماشي جنه وجهنم. هذه المساله هذه كيتهنى منها واحد الانسان اللي خرج من الدين، يعني واحد شي حاجه اللي ما كنهضروش مع الناس اللي ما كيعرفوش. دابا عندك جوج ديال الناس، واحد فيهم كيعرف يعني كيامن، يعني هادو هما الحدود ديال ليماجيناسيون ديالو وديال الفكر ديالو، هو انه الى مات ما كيعرفش اش غادي يوقع. هذا هو الفهم ديالو لبعد الموت، الى مات ما كيعرفش اش غادي يوقع. حتى واحد ما مات وجا عاود لينا. اوكي. وعندك واحد الانسان اخر كيعرف بان لا مات غادي يدوس في الحساب، ويوم الحساب ويوم الدين ويوم القيامه وحياه البرزخ وعذاب القبر وديك الروينه كامله. دابا شكون غادي يعيش الحياه ديالو مزيانه؟ اولا هذا السؤال اللي ريبيتيتيف في الحياه ديالك كامله. الموت والحياة واحد ظاهرة اللي كتعيشها يوميا، ديما كتعيشها، وما حدك كتكبر وكتبدأ حدك كتقرب الله لينداغيفي، وكيبدأ هذاك السؤال ديال الموت كيتطرح بزاف، حيت كيبان لك قربتي. يعني فاش كتشوف لوغيزون كيبان لك لوغيزون محدود عندك. داكشي علاش فاش كتمشي عند الناس الكبار ديما كيعاود لك على الباسي، ديما تقول لك حنا كنا واعرين وداك الشيء. علاش؟ حيت ما بقاش عنده اوريزون قدامه كبير كيشوف فيه. وهذه هي طبيعة الإنسان. يعني هنا كنحاولوا نهضروا على هذه القضية هذه ديال الموت. انا دابا مثلا بحالكم انتم كاملين كننتقل، مسألة الموت مسألة عادية، مسألة طبيعية، مسألة كتفهمها لنا الحياة. الموت ماشي شي حاجة اللي كتوقع سودان مون كتسمعها مرة في العام ولا مرة في 5 سنين ولا مرة في الشهر. الموت شي حاجة كتسمعها يوميا متداولة. الموت كتقرأ التاريخ، كتقرأ الأموات، كتقرأ البيولوجي، كتقرأ الموت. يعني احنا نورمالمون خصنا نكونوا موت فريندلي، يعني خصنا نكونوا تعودنا على المسألة ديال الموت، تولت كتجينا شي حاجة طبيعية، شي حاجة عندها علاقة بالحياة. اوكي، ما خصناش اصلا نفكروا بانها راه واحد لافاز اخرى، خصنا نفكروا فيها انها عندها علاقة بالحياة. ولكن علاش المسلمين كيعيشوا هاد المأساة ديال الموت؟ مثلا الناس كيموتوا هنا، كان هنا ما بقاش هنا، الله يعاونو كلنا غادي نموتوا، ولي حي راه غير عنده الزهر. هكو كيفهموها الناس. اوكي، عاديه، شي حاجه اللي ما كيقريوهاش اليوم في المدرسه، ما عندهمش ايه من السماء كتقولها عليهم. ولكن احنا الموت عندنا مصيبة، كتسد الدرب من هنايا وكتسدو من الهيه، كتشد سطح ديالك وديال الجار ديالك، عباد الله كيجيو من العالم كامل للروينة كتنوض. فهمتي؟ فاش كتدخل كتلقى واحد البكاء والعاويل والناس كي هذا، وبنادم شي كيندب وشي كيبكي وشي. علاش كنقول هادشي؟ حيت كنشوف كيفاش كيموتوا الناس في هاد الدول هادو اللي كنعيشوا معاهم، وكيفاش كيموتوا الناس في الدول اللي اصلا في المغرب اللي كنعرف انا. وكنظل الجزائر وتونس ما كيختلفوش، ومصر ما كيختلفوش. علاش؟ حيت كنا كنتشاركوا ديك الفكره بان الموت شي حاجه خايبه، وكاين العذاب وكاين الحساب وكاين جهنم وقودها الناس والحجاره، وكاين الروينه نايضه في هذيك الجهه اخرى. اذا ولات عندنا واحد لاسيمي
الكوميلاسيون ديال الموت مع العذاب، وهذا من الحواج لي بوزيتيف انه الانسان كيخرج من هذا الدين. الى فكيتي راسك لقيتي ليها الحل بهذه الطريقة اللي فهمناها احنا، هو كنتي هنا ودابا ما بقيتيش، بوف، هذا هو خصو تفهم، كنتي هنا ودابا ما بقيتيش. الا بقى فيك الحالة الناس ما تقبل منك. انا عندي صحابي، واحد من صحابي مات وانا في عمري 17 عام، كان صاحبي مزيان 17 عام. علاش انا 67 غادي نكعق، غادي نقول ولا علاش غادي نموت؟ هاد المسألة ديال الموت اصلا الدين جاب شي حل لنا هاد المشكل. اوكي، الا كان الدين غادي يحل لنا شي مشكل هو يشرح لنا هاد الموت، ولكن احنا مشينا جبنا واحد الايديولوجيه اللي زادت خرات على احنا قاهرنا هاد فكره الموت، وكتجي واحد الدين كيزيد عليها جهنم وقودها الناس والحجاره، يوما نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، والغسلين والزقوم والحميم، ويوم يسحبون على وجوههم حتى إذا طاب جلدهم استبدلناه جلدا آخر. What the fuck is this؟ يعني حتى إذا بغيتي تختار واحد دين جيب شي حاجة بوزيتيف. اوكي، الدين الدين هو واحد ليماجيناسيون ديال شي ناس. علاش ليماجيناسيون ديالهم ديما كتجيب لنا الخراب، ديما كتجيب لنا الالم، ديما كتجيب لنا البكاء، ديما بحالهم بحال الاله ديالهم، اله غاضب، اله عنده مشكل مع الانسان. فاش كنهضروا على الاله كنهضروا على اله كوسميك، يعني ما بقيناش كنتعاملوا مع ديك القمر والشمس والأرض والجبال، ولينا كنتعاملوا مع دي مليار دي مليار ديال مجموعات شمسية. أوكي، كيفاش هذا الإله هذا غادي يتعامل مع الإنسان ويكره الإنسان؟ وكاين واحد المصلحة مثلا فاش كتقرأ القرآن كتلقى بأن هذا الإله عنده مشكل مع الناس يآمنوا به. إلا ما آمنوش به كاين خالق الجنة وجهنم، أشنا هو السؤال؟ واش كتآمن بيا ولا ما كتآمنش بيا؟ كتقول هالشي doesn't serve the purpose. أوكي، شي حاجة كبيرة عنده، أنك جيتي كإنسان وبنت لك الشمس هي أعظم حاجة، هي اللي كتسخنك، هي اللي كتجيب لك النور، وديسيتي قلتي أوكي الشمس هي اللي كتعبد، هي أعظم حاجة كنشوف. واحد الإنسان كتلقى عنده الشتاء هي أعظم حاجة، واحد كيبان لي القمر هو اللي كيضوي لي بالليل، وهذا هو الإنسان. فاش كيقول أنا كنعبد القمر هو كيقلب على هذا الإله، ولكن شاف بأن القمر هو اللي كيضوي عليه في الليل، هو اللي كيخلق لي المد والجزر، هو اللي كي أوكي. السؤال هنا، علاش هذا الإله عنده مشكل مثلا إلى شركتي به؟ إلى قلتي بأن راه كاين جوج، أشنا هو المشكل عنده؟ أشنا هو المشكل عنده إلا بنتي ليه أنت ما كاينش؟ لحقاش هذه فكرة تري تري سامبل، ولكن مبني عليها المفهوم ديال الديانات الإبراهيمية كلها، وهي في الحقيقة هذه تقدر تفندها. عمرك 7 سنين وثمان سنين تقدر تفند هذه المسألة هذه. تقول يجي يقول لك خصك تآمن به، كتقول لي علاش خصك تآمن به؟ اشنا هو الا كان اعتقد ان الجبال هما اللي خلقوني؟ اشنا هو الا انا كنظن بان ما كاين حتى شي خالق؟ علاش انا كتبان لي هذا السؤال؟ هذا سؤال تافه، ولكن من جهه اخرى مبنيه عليه بزاف ديال
الجنة وجهنم والوجود كله مخلوق باش نجاوبوا على هذا السؤال التافه. انا ما عرفتش علاش هذا الاله كيغير. انت كتعبد جوج ديال، علاش هو غادي يغير؟ اي الى شركتي به ان كاين نتايا وكاين واحد اخر، علاش هو في هاد الناجسيه هادي ديال خصك تامن بيا انا بوحدي، ولا ما امنتيش بيا غادي نشدك وغادي نحرقك وغادي ندوبك وغادي ندخلك في العذاب وغادي واي لحقاش ديما كيجي تيقول لك و شكون يخلقك، كتقول ليه الله هو اللي خلقني، كيقول لك اذا خصك تعبده، كتقول ليه لا يقدر يكون هو اللي خلقني ولكن ما خصنيش نعبده، حيت انا فاش كنبقى نقول شي حاجه كندير شي حركات كنزال وكنطلع وكندير دي حركات هندسيه ما خصها تعني والو الاله، انني نزل تحت ونحضر راسي و إذن أن هذا الإله اللي خصو حركات هندسية إذن ماشي إله، حيت الفكرة في حد ذاتها دومين إنيتين. إلا مشيت أنا لواحد الإله وكنقرأ عليه مثلا القرآن أش كندير؟ كنقرأ عليه واحد الكلام اللي هو اللي قاله، كتمشي كتلقى بنادم ماشي يصلي كيجي من الجامع كتقول لي اش درتي، كيقول لك صليت، كتقول لي اش درتي في الصلاه، كيقول لك قريت الفاتحه، كتقول لي الفاتحه قران، كيقول لك ايه، كتقول لي شكون قالها لك، كيقول لك الله هو اللي قالها لي، كتقول لي هو كيفاش مشيتي تصلي اش درتي، تيقول لك مشيت داكشي اللي قال لي الله مشيت عاود تقلته ليه. واش هذه في حد ذاتها عباده؟ واش مهم عند الإله أن واحد الكلام هو اللي قالوا لنا نمشي ونعود نقوله ليه وهذا يعتبر عبادة؟ أولا الفكرة باش يكون عبادة ما بين الإله والإنسان فكرة تافهة للغاية، إلا خممتي فيها أن خصك تعبده والطريقة باش قالها لك الدين شي حاجة أمبيغاتيف وكتوقف عليها حياة هذا الإله، طريقة باش إله الإسلام كيتعامل مع العبادة والإيمان به، والإسلام كيبان بأن العبادة عنده شي حاجة مهمة بزاف. أوكي، فاش كيجي وتيقول لك بأن القيمة ديالك ولا العبادة ديالك كاينة في القرآن، هذه لو اجتمع الجن والإنس ولا ما نعرف شكون. أوكي، إذن هاد الفلسفة اللي مبني عليها الدين فلسفة تقدر تضربها في زهره، خصها يكون الدماغ ديالك ما مغسولش، شدها كاملة وتضربها في زهره. ولكن هاد الشيء اللي كبرنا به، كبرنا بأن إله كاين الإله إذن أوتوماتيك مو خصك تعبده، نمشي نقلبو قلنا راه بزاف هادشي على العبادة، أو تنايض حروب نايضة وغزوات نايضة وفتوحات، العالم كله تغتصب في سبيل ماذا؟ الديانات راه اغتصبوا العالم كامل، سيتو الديانات الإبراهيمية شحال عندنا جت المليار ديال المسيحيين، مليار مع 600 مليون ديال المسلمين، علاش هادشي كله؟ العبادة، ان واحد الاله هضر مع الانسان، هادشي كله مضيعة. يعني وقت نفس الطريقة اللي كتحس بيها أنت كإنسان ضيع لك وقتك كفرد، ضيع لك وقتك، هي نفس الطريقة اللي كتفكر بها المجتمع ككل، العائلة ككل، والمسلمين ككل في العالم. هو سنغمال يكون الدين، حيث ما يمكنش ما تكونش لا سيونس اللي تشرح لك
الظواهر الطبيعية وما يكونش عندك الدين. أوكي، حيت الدين بحالة قلتي كان مسحو فيه دوك الحوايج اللي ما عندناش ليهم جواب، كان مسحوهم في الدين. دابا عندنا 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 العلم، بزاف ديال الحوايج قال لنا العلم بأن راه ماشي الله، راه غير واحد القانون، ربما ديال الفيزياء، ربما ديال البيولوجيا، ربما ديال دابا ما يمكنش الانسان ما يكونش عنده خصو، حيت طبيعه الانسان ما كيعرفش شنو هو بوان دانتيغوغاسيون، ما كتعرفش شنو هي ادون نو جو نو سي با، ديما كدير واحد لاسومبشن، كدير واحد الافتراض. طبيعه الانسان اي حاجه كتسولو فاش كيدير واحد البروبابيليتي، فاش ما كيلقى حتى شي حاجه اخرى تقول لك بان الله هو اللي دارها. نفس الشيء مدام على الحجر الاسود، الحجر الاسود الرب فاش كتكون في الصحراء نورمالمون ما كتكون حتى شي حاجه كحله، جاءوا لقاو الصحراء فيها حجر كحل. في العود ما يقولوا ما تجي لا سيونس تقول لي ما ودي هذاك الحجر راه واحد نايزك، واحد النجم ربما تحرق وتلاح الحجر كيف ما كنشوفوا دابا النيت. في العود ما يديروا ما يلقاو لا سيونس اللي تجاوبهم، لقاو بان خصهم يديروا شي افتراض، ما يمكنش الحجر يكون كحل مليوح في الصحراء والرمله صفراء، إذن خصاد الحجر تكون عنده حل. ما عندكش الاسترونومي باش تفهم هذا الشيء، اش كدير؟ كتقول بأن الله هو اللي خلق، بحال هذا الشيء اللي كانوا داو مع التريسينتي، كتوقع البرق كيوقع البرق ولا البرق كيوقع في السماء كيقول لك هكا الله غضب علينا، جاءوا قلبوا مشاو قلبوا البحر لقاو فيه بان كاين حيوانات فيهم تيسينتي، اوكي عقب تيسينتي. اذا واحد الانسان اللي كان مؤمن بان كاين واحد القوه خارقه كان كيقولها جات من عند الله، دابا كيعرف سيونتيفيكمون بان هذاك سميتو تيسينتي. اذا هنايا شكون اللي كيخرجنا؟ ما يمكنش تزاد وتعرف الحقيقه، يعني الانسانيه كنا كنعيشوا في الكهوف، كنا ناس بريميتيف، اش كنديروا؟ كنمشيو نصيدوا كناكلوا، ما كنعتمدوش على العقل اللي هو الحل. يعني المويان دادابتاسيون ديالنا لونيفير كيعتمد على العقل كإنسان. أوكي، داكشي مثلا كإنسان هذا هو المويان دادابتاسيون ديالنا كإنسان. بحال جبتي واحد الروطالة وقلتي لها ديك الروطالة عندها الإنك، عندها داك المداد الكحل باش كتغطى، والروطالة ما فراسهاش بأن راه هذاك هو المويان دادابتاسيون ديالها، اولا الروطاله كتغير اللون ديالها ولكن هي ما مخدماش ما مأكتيفياش هذيك لا فونكسيون. بحال الانسان جينا لهاد الوجود وما عرفناش بان راه المخ هو المويان دادابتاسيون، هو لا شوز لا بلو امبورطونت في الإنسان، هو المخ ديالو. دابا هذا المخ الله عرفوه، الفراعنة كان عندهم المخ، هو آخر حاجة، هي شي حاجة ما عندها حتى شي استعمال. أوكي، ما عندها حتى شي استعمال، ربما يأمن بالمعدة بالرئة بالقلب داك شي كله، ولكن فاش كيجيو المخ كيقولوا بان هذا ما عنده حتى شي استعمال، زيرو. ما عرفوش علاش المخ يعني هذا الشيء اللي كاين في لا بواط كرانيير. اوكي، اذا
وكان هدو غير على 3000 سنة، ربما 4000، ربما 2500. ولكن في هاد لازون فيغو دابا فاش كتكتشف شي حاجة خصك الوقت باش تفهم هذيك الحاجة. يعني احنا كإنسانية خصنا نفهمو بأن الفكر ديالنا خص يكون مبني على لا رياليتي اللي كنعيشوها، ما خصناش نعيشو بالأساطير، اوكي، ما خصناش نعيشو الحمار كيطير، نو، لا رياليتي اللي كنعيشو الحمار ما كيطيرش. يعني هنا اش درنا؟ شدينا واحد البوسيون ديال المخ ديالنا وعمناها بالخرافات. اشنا هما الخرافات؟ عمناها بشي حوايج اللي خرافات ولكن خطيرين، بحال القضاء والقدر، ان الله كتب عليك. هاد الفكرة هادي كتشد العقل، كتفرض عليه واحد الفكرة اللي اصلا هو ما خصوش يامن بها. لحقاش كون ما كنتيش كتامن بالله ما غاديش تامن بالفكرة بانك انت مسير، بان كاين شي حاجة ديستا في الحياة ديالك. ما كاين حتى شي حاجة ديستا في الحياة ديالك، الحقيقة الوحيدة اللي كاينة في الحياة ديالك هي الموت، هذه هي الحقيقة، هذا هو لو ديستان ديالك. ولكن الحياة وي خويا اسمح لي ما بغيتش نقاطعك، غير هاد النقطة اللي ذكرتي، هاد النقطة اللي ذكرتي دابا ديال القضاء والقدر، من بين الحوايج اللي هضر عليهم جورج كارلين، هضر على دوك تان كوماندمنتس وداك الشيء، ولكن هضر على هذه، وهذه انا راه فيقاتني، راه بحال اللي ضربتيني بواحد التصرفيقه ديال القضاء والقدر. هو تيقول لك كيفاش هو هي بوت توغيذر ا بلان في الازل وصاوبو قدو مزيان وبوت انتو اكزيكيوشن، وغادي تجي انت بواحد 2 دولار براير بوك وتقول لي بدل لي داك القدر، هاد المعضله انا بحال واحد التصرفيقه، انا هذيك فيقاتني، راه كاينه في هاد السيجمنت ديال جورج كارلين. الا كنتي مازال كتسمع اسامو تفرج في هذاك، تفرج فيه. كمل اخويا كمل، ما بغيتش نقطعك. لا وقيل اسامو ما عندوش مع الانجلي، ولكن ظن غادي تلقى لانتربريتاسيون، يقدر يشدو شي كوميديان ويديرها بالفرنسي مثلا. أنا خصني نشدك جورج كارلين والترجمو بالدارجة، فهمتي؟ غادي شدينا خصنا فعلا نديرو، خصنا نديرو هاد البروجيكت. Yeah. Long time ago God created لا سخاط هذاك جورج كارلين. لا فعلا متعة أنا مع الأسف ما كنت بديها فيه. أنا كان أعتبره نمبر وان، تا أنا كان أعتبره نمبر وان، ما كان ظن ما كان شي واحد اللي وصل التالنت دياله. فاش كتهضر على المستوى الاجتماعي، كيفاش كيحلل المجتمع، كيفاش كيشرح لك شي حوايج اللي ما كيبانوش لك في المجتمع، يعني هو بحال قلتي كريتيك، كيكريتيكي بزاف المجتمع الامريكي. اش داكشي اللي قال على الاطفال؟ تقول لي they know these kids today، قال لك حيت ان شاء الله شفته البارح حيت كنقلب عليه ديما كيلوحوا ليا في الشورت، قال لك الدراري ديال اليوم ما بقوش كيعرفوا شنو هو تخسر كل شيء. شي حاجه خوار. anyway، قال لك ولاو ديكتاتوريين، قال لك ولاو الدري الصغير بحال شي ديكتاتوري كيرجعك عبد ديالو. يا كيفرض عليك. لا لا زوين زوين واعر، ماشي زوين واعر، فهمتي؟ كيحط لك داك الشيء. المهم اي موضوع كيهضر فيه الا وكيجيب لك شي حاجه جديده، شي فكره جديده،
إمتى مات هو؟ في 2014 كان اعتقدوا له. هو مات في 2008 فاش مات. وده دي بريديكسيون على شي حويج ماشي بحال داك شي ديال اسميت هذاك الكارتونز اللي ديما كيجيبو سيمسونز. كيطيحوا عليه شي افكار ومن بعد كيوقعوا في لا رياليتي. وكانوا جابوا شي حاجه اللي كنهضوا وقيلا على الوات شويه على كوفيد فهمتي. ماشي بعيد لا ماشي قال ديريكتومون ولكن بحيلة دار لها واحد الإشارة لهذه المسألة. كان اعتقد وز كوفيد. دابا نشوف دابا نبحث في هذه المسألة وي تشيك وقيلة شي حاجة قالها بريديكشن بحيلة هينت بحال داكشي اللي كيديروا في سيمسونز فهمتي. كتلقى داروا فيلم على الوولد تريد سنتر شعلة في العافية شوية تيقول لك واو هادشي داروا في المخيات شحال هذا ودابا حنا شفناه في لا رياليتي. سيفو بلي ديال ليه سيفو بلي كمل اخويا كمل. القضاء والقدر كا غادي تنصنتو القضاء والقدر زيد. واش عاجبكم هادشي اللي فيا؟ وي وي سير اخويا سير اخوان حالة القضاء والقدر. تفضل. بالنسبة للجثة ديال فرعون يعني كنت ناقش أنا واحد الصديق في المسائل ديال الدين وقال لي المهم جاب لي هو شي عمر واحد الآية كدوي على الجثة ديال فرعون وقال لي بلي راه زعما بقات ما هي ما تحلاتش وداك خونا زعما اللي دار لها التشريح في المختبر اسلم من بعد زعما ما شاف ديك الآية. يعني شنو الصحة ديال هاد الخبار هذا؟ واش فين هذا الشيء كاين ولا بروباغاندا؟ غتمشي عند دوك اللي كي دوك شكون هما الحدادة غيكونوا عندهم الصواني غادي تسول هذاك الحداد غتقول له يعطيني عافاك الصقلة. كاين شي إخوان هنا في الروم غادي يعرفوا شنو هي الصقلة. هي واحد البرودوي كتكبو على الصينية ديال الفضة وكتولي جديدة. أولا الفرعون لا كنضحك معك أخويا كريم. أولا أختك أنا ويلا حدانا واحد السودور كنت غنمشي غدا نسولو. غنمشي عنده سولو على الصقلة غادي يعطيك واحد القرعة حمراء فيها واحد الريحة خانزة خنز من الجريزين هي اللي داروها الفرعون. نو هاد الفكرة هادي هاد القضية اللي قالوا لك قديمة بأن الفرعون لقاو فيه الملح. أولا خصك تسول راسك دابا الفراعنة كانوا دي دايناستيز يعني اشنو كنقولوا الداينستيز الاخوان بالعربية يعني مملكات. in other words شكون الفرعون فيهم دابا هاد الناس عندهم نقولوا واحد 4000 سنة ديال التاريخ. عرفتي شحال من فرعون داز الى عندهم 4000 سنة ديال التاريخ؟ غادي نقولوا في كل 100 عام غادي يدوزوا جوج ديال الفراعنة. كل 50 عام واحد فرعون كيجي ولدو كيولي فرعون. اذا عندنا جوج في كل 100 عام عندنا الا غنقولوا 400 يعني 400 يعني 40 ضربة في جوج غتعطيك 80 غادي تعطيك 80 فرعون. دابا إن فرعون من هادوك الفراعنة اللي كيهضر عليه الإسلام. لحقاش في الإسلام كانوا كيعتقدوا بأن واحد خينا سميته الفرعون فهمتي هو اللي جاب ليه الحنش وقال ليه اوكي القي العصا وداك الشيء الفرعونية كي هذه القصة.
إذن السؤال الأول اللي كيتطرح هو شكون فرعون فيهم؟ شكون هو فيهم؟ المسألة الثانية القول من حفراس وهذه كتسمى الأوكسيداسيون ياك الإخوان كانوا كيكونسيرفيو كانوا هذوك الناس المصريين القدماء عرفوا كيفاش يحنطوا الجثث هذوك كانت عندهم كان عندهم علم متقدم ماشي بحال كاتب القرآن اللي كيتكلم على فرعون واحد كيف ما قلتي وما في خباروش ان كاين بزاف ديال الناس في هذوك لي ديناستي اوكي دابا الاشكال هو انه هادشي كامل ناقشته مع خونا يعني قلت له راه بزاف ديال الفراعنه دازو وكذا ولكن المعلومه اللي مرضني بها انا هو قال لك داك الطبيب اللي دار له التشريح قال لك حكا ما حكا راه قلبها ولا اسلام وكذا واش هاد المساله هادي في نظركم صحيحه ولا غير كذبه ولا شنو قال لك زعما من بعد ما دار له التشريح اسلم بحال داك كوستو ولا ما سميتو عرفتو بحال داك البلانات كيبغوا هما ديما الهضره ديال زغلول الخراي ديك هو اللي كيقول بحال هادشي ولكن واخا يكون هادشي صحيح ما كتعنيش بان واحد انسان سميتو محمد هضر مع خالق هاد الوجود اوكي واخا يجيب كاع داكشي اللي عنده تماك صحيح انا اللي كيهم هنا هو علاش غادي يهضر معنا الله الا لقيتي الجواب شي جواب كيتقبلو العقل اذا سي بوسيبل يكون واحد الانسان نبي علاش غيهضر معنا الله كرم دابا تخيل هاد السيناريو الله خلق المجموعه الشمسيه ديالنا وخلق بزاف ديال الكواكب وداكشي حيت حنا فاش كنهضروا على الله يعني الخالق اللي خلق هادشي كله هادشي كله كبير بزاف هادشي كله السرعه ديال الا بغيتي تقطع من واحد الجهه ديال هاد لونيفير اللي كنعرفوه من جهه هاد الجهه الجهه الاخرى خصك على الاقل واحد 7 المليار سنه ضوئيه اوكي 7 المليار سنة ضوئية لبغيتي تقطع دي الديامتر فهمتي يعني تمشي لواحد من آخر نقطة في لونيفير يعني تشوف الديامتر ديال لونيفير أوكي خصك 7 المليار سنة ضوئية وكل سكوند في هذه السنة الضوء كيضرب 300,000 كيلومتر في السكوند يعني الوقت فاش كتكمل كلمة السكوند فاش كتقول سكوند الضوء كيضرب 300,000 كيلومتر دابا القطر ديال الوجود ياك القطر الإخوان القطر ديال الوجود هو 7 المليار سنة ضوئية دابا هادشي كله كنهضروا على الخالق ديالو هذا هو الله اوكي غادي يهضر مع واحد الانسان كيعيش في كوكب الارض هذا كوكب الارض كاين بحالو ربما 400 مليار كوكب 400 مليار نجم اوكي الخالق ديال هادشي كامل غادي يهضر مع الانسان اولا هادي ما كتدخلش للعقل كتقول ما يمكنش هاد الاله غادي يهضر مع الانسان اوكي كنقولوا اوكي غادي يدخل يهضر مع الانسان واي خص يكون هدف الهدف اللي جابنا الدين هو بغانا نامنوا به وكنعرفوا بان هذا الشيء بولشيت اوكي كنعرفوا هذا الشيء هضره ديال الكيلو كيف ما كنقولوا في الثقافه ديالنا ان واحد الاله غادي يهضر مع الانسان باش يمتحن واحد الانسان واش امن به ولا ما امنش به
كيف ما كيقول جورج كارلين، تيقول لك إله هالشي هو اللي يقدر إله، هذا هو الإبداع ديال هذا الإله. كيفاش كيقول لها إلا كان هذا هو الإبداع ديال الإله، كان أعتقد شي واحد شي دري في الهاي سكول ولا شي حاجة بحاله كيجيب إله بهذا. كيقول لك this is if that's all that you expect this from كيقول لك you expect this from a from a temp with temporary worker with bad temper. Yes. With a bad temper. With bad temper. Correct. Correct. تقول لك I'm not impressed. تقول لك هادشي ما توقعوش من إله. هادشي. Exactly. هادشي توقعوا من شي واحد اللي temp worker with a bad temper. بحال شي worker temporaire وعنده واحد الاتيتود bad temper، يعني طال عليه الدم وداك الشيء غير كيسبك يا عير. وفعلا فاش كتقرا القران صاحبي الاله كيتعامل مع الانسان بواحد الطريقه غريبه، كتقول لا ما يمكنش يكون هذا اله. بحال فاش تيقول لك يمكرون والله خير الماكرين، ها ثاني فاش كيقول لك يكيدون كيدا ثم اكيد كيدا فامهل الكافرين امهلهم رويدا. هاد المساله ديال الايمان به شي حاجه شي بحيله واحد المانيا، ها مانيا انك عنده واحد العلاقه غريبه مع هاد انه الانسان يامن به. الا كان هذا هو الهدف اننا نامن به، ما كنقبلوش ان هاد الاله بهذا العظمه هذا بهذا العظمه هذه يجي يسول واحد الانسان على واحد الحاجه اللي ما عندوش نو واي اوف نوين. الا ما كتعرفش شنو هو اليونيفير بطبيعه الحال ما غاديش تعرف شكون هو اللي خلق اليونيفير. امتى غادي تعرف شكون هو اللي خلق اليونيفير؟ الوقت اللي غادي تعرف هذا اليونيفير كله اللي كنعيشوا فيه تعرفه. وهذا الشيء كنهضروا على 2023 مع جيمس ويب، ودابا جاء واحد 1400 سنه للوراء، عاوده جاء ثاني 2000 سنه للوراء، عاوده جاء ثاني واحد 3000 سنه للوراء. وهذه هي الديانات الابراهيميه. اذا هذا الاله اصلا اللي غادي يعطيني علاش الله غادي يهضر مع الانسان نامنوا به كاين، ولكن علاش واي علاش غادي يكون عنده كونيكسيون مع الانسان؟ اشنا هو اللي زاد الانسانيه منين كانت عنده هذيك الكونيكسيون؟ بحال هادشي اللي وقع في الدين، الا كان كيعرف الاله بان الدين غادي الارواح غادي تموت فيه والناس غادي يكون ساكريو الوقت ديالهم والطاقات ديالهم والفلوس ديالهم ليه، هو في العود ما يهتموا بالحاجيات ديالهم وداك الشيء. انا كنظن يعني كيفاش كتسول هاد المساله ديال الدين ما كتلقاش ليها جواب. امتى كتلقى ليها جواب؟ الا كنتي دزتي مسلم او لجتي مسيحي او لجتي يهودي او لجتي باي دين، تما كتدخل لك لدماغك. ولا الا كنتي مقرقب مثلا، ولا الا استعملوا عليك شي وسائل باش تقتنع بحال هادشي اللي عطاو ديال القدسية القرآن وبأن فيه كل شيء، بأنه شي حاجة عظيمة، بأنه إذن إلا بقى الإنسان حر أنه ياخد موقف من هاد الكونتاكت مع الإنسان ولا وجود الديانات، أوتوماتيك مو هاد الإنسان ما غاديش يآمن بأنه هذا هو الهدف ديال هذا الوجود، بان الله خلقنا باش نامنوا به. تخيل دابا الانسان ما كاينش، دابا الا ما كانش الانسان واش هذا الوجود عنده اهميه؟
تخيل بأن الإنسان ما كاينش، حيث الإنسان هو الوحيد اللي كيريح تيقول لك أنا أعترف راه كاين، هو اللي عنده هذا السؤال، هو اللي عنده هذا السؤال، هو اللي هذا السؤال هو الفلسفة ديال الإنسان. من بين 8 المليار ديال لي غاس، وقبل من 8 المليار كانوا 8 المليار ضربها في 8 في 9 في 10 اوكي 90 مليار ديال لي غاس، حتى واحد فيهم ما كيقدر يفكر في واش كاين الاله ولا ما كاينش، حتى واحد ما عنده الاهميه غير الانسان بوحدو. انا كنظن هذه ناجسيه، هذه كنظن ان الانسان كيظن راسه هو لو سونتر، وكان واحد الوقت كيظن بان راه كل شيء مبني على قبله. علاش؟ حيت فاش كتحل الدلاحه كتلقى حمراء من الداخل وفيها زريعه كحله وعندها واحد اللون زوين وحلوه، داكشي علاش الا بغيتي تصوب الزعلوك الله خلق لك الكمون والثومة باش يطلع عندك الزعلوك مزيان، وعرفك بأن الماكلة مسوسة ما كتعجبكش هو اللي خلق لك الملحة وعرفك عزيز عليك الحار. ولا بغيتي تصوب فخصك القرفة هو خلق لنا القرفة، باش تصوبو شي بسطيلة واعرة قال هاد الناس خصهم الريحة ديال الزعفران هو خلق لنا الزعفران. داكشي اللي خلقوا عنا خلقوا لينا حنايا، داكشي علاش العنب دابا صغير باش تهز العنب تقد تخشيها في فمك، فاش خلق لنا الدلاحه كبيره غير باش حنا نقطعوها ونعضوا فيها مزيان. هو اللي خلق لنا الحمير والبغال اللي نركبها، داكشي هو اللي وكلنا، وهذه هي الخدعة اللي وقعت. جينا حنا لهذا الوجود لقينا داكشي اللي تأدبتنا معاه واللي فاضته علينا البيئة هو اللي خصو، هو لا سول مويان ديال السيرفايفل ديالنا، هو اننا كنتأقلموا مع البيئة وكناخذوا منها الحوايج اللي غادي تعطينا حق الوجود. ومنين شفنا ومنين وصلنا لهذا المستوى ديال التأقلم مع البيئة ديالنا ولا كيبان بأن الشيء امبوسيبل أن يكون هذا الشيء عبثي، هذا الشيء مخلوق لينا حنا، فهمتي؟ حنا مشينا واحد البروسيسوس طويل وحنا كنتأقلموا مع البيئة وكنحاولوا ناكلوا هذه ونقادوا هذه، كيفاش نصوبوا الخبز، كيفاش نصوبوا الزيت، كيفاش ناكلوا، اشنو هما الحوايج اللي ناكلوا واشنو هما الحوايج اللي ما ناكلوش، وزنا على البروسيسوس كبير. نفس الشيء بيولوجيكمون، فاش كيجي تيقول لك كتشوف كتقول لي ورا كتشوف، ما كتعنيش بان الله هو اللي قال لك تشوف اوكي، ولا عطاك الفم وعطاك العينين وعطاك الرفلكس وعطاك الاميون سيستم وعطاك القلب وعطاك المخ وكيفاش هاد الشي كله كيخدم. احنا منين شفنا هادك الشي كامل ما خديناش بعين الاعتبار بان الا حطيتي واحد 4 المليون ديال السنوات ولا 10 المليون ديال السنوات ولا 20 ولا 500 مليون ولا مليار ديال السنوات راه توتي بوسيبل اوكي. قلنا اوكي منين وكنهضروا علينا حنا دابا، دابا خصك ترجع 1400 سنه لعند شي ناس كانوا عايشين في الصحراء ساكنين في القيط القتل والجوع والعطش، هادوك خلاص تيقول لك بان الشيء كله الله هو اللي دارو اوكي. تغيب الشمس في عين حامئة، علاش؟ حيت الشمس كتبان لهم قد الدرهم، قالوا لا كتبان لنا قد الدرهم اذا انا قد الدرهم، قالوا بان الشمس كتمشي وكتخشى صغيرة. وهذا الشيء كله واش عطانا؟ عطانا واحد الانسان بحالنا حنا دابا. انا ما كنظنش كاين شي واحد اللي بغى يعرف شنو هو الاسلام هو فاش يخرج منه، ديك الساعه غادي يبانوا لي ديغا ديال الاسلام. لي ديغا ديال الاسلام ما كيشوفهمش الانسان فاش كيكون مسلم،
داكشي لي نيجاتيف في الاسلام ما كيكونش كيشوفو حيت هو داكشي مقدس عنده ما يمكنش يقول فيه شي حاجه نيجاتيف. حتى كيخرج الانسان من الاسلام عاد كيبدا يتريسي كيبدا يتبع الدين فين مشى الدين كيبقى يبحث في الثقافه ديالو في حياته كيفاش اثر عليك الدين. انا كان كيهلكني الدين في رمضان الاخوان عرفتي في رمضان كندير ديك ديال هاد الشهر هذا ماشي ديال البروديكتيفيتي شكون يدازت عليها هاد القضيه برا الصنطيحه كيو واي الله الا كان كيضمن معنا في رمضان. كنت واحد الوقت كنت كنخدم معطل بزاف وكنت كنسالي معطل وصايم كانت كتجيني صعيبه كنكون ما واكلش وعاد خصني نمشي للدار ناكل وداكشي. خصك تمشي تاكل وتاكل بيتزا تاكل شي حاجه بالخف لان ما عندك ما تقدرش تطيب ولا دير شي حاجه. مريح في مجتمع ديال برا بنادم خدام بخير وانت يا خصك تاخذ الوقت. نهار الجمعة تاني كتلقاك مشيتي لشي. أنا دخلت الميريكان دوزت 3 سنين وأنا نتصل بشي إخوان دخلت معهم للشيعة ومن تما وليت مطابر الجمعة خصني نمشي لشي مسجد وخصني نمشي مسجد ديال الشيعة الفطور خصك تمشي ديريكت للجامع رمضان كامل. كنتي كتصلي التراويح؟ اه كنتي كتصلي التراويح ولا كتمشي غير تاكل في الجامع؟ ما كيصليوش التراويح نو شي عام كيصليوش التراويح جابو مع عمر بن الخطاب وما عندهم 2 و5 دعاء كميل يا كميل دعاءكم إلى نهار 2 و5 عندهم 12 ديال الأئمة وخص كل إمام تحتفل له بالموليد ديالو وبالوفاة ديالو تك توصل المهدي باقي حي. إذا ناش كيدير لك هذا الشيء وكتبقاش تعيش الحياة كتبقى تابع كتخلق واحد المجتمع معهم كتنغمس مع الشيعة تبدأ تأكل كيف كياكلوا كتعيش معهم الحسينيات وكاع ديك المأساة ديال الشيعة وما تغي ديسيبليني فاش كتجي مثلا الله ليجيون تغي ديسيبليني عندهم معصلة بزاف على الأقل دوك الناس اللي عرفت ولكن انت ما غتلقاهم في العراق أتلقاهم قاع ما كيصلي وقاع ما كيتادخلوا للغربة كيف ما كنديروا احنا كاملين كنا في المغرب بخير وعلى خير كتخرج برا كتقول غادي نحافظ على الثقافة ديالي الثقافة ديالك مبنية على الدين إذا خصني نحافظ على الدين فاش كتدخل ولادك في أوروبا ولا في الميريكان ولا كندا ولا أي دولة كتقول ولادي خص أولا خصني نرجع نحافظ على الثقافة ديالي اش كدير كديريكتوم وكتمشي للدين حيت الدين بنيتي عليه الثقافة ديالك نفس الشيء مع الولاد ديالك ولا البنات ديالك اش كدير اليوم نهار الجمعة خصهم يمشيو يقراو اللغة العربية ويقراو القرآن وريحوا مع المسلمين وفاش كتدخل مع المسلمين كتلقى مسلمين من العالم كامل صافي وتما كتيه داكش علاش بنادم اللي في اوروبا مثلا الشباب كيبداو يتفرقعوا كيبداو امتي كيعمروا والديهم بحال دابا المغربي ما كيقريش ولده الاسلام ديال المغرب والثقافه ديال المغرب حيت ما يقدرش يقري الثقافه ديال المغرب حيت الثقافه ديال المغرب مبنيه على الاسلام اوتوماتيك ممكن يعطي لا ماجوريتي ديال الحوايج عندهم علاقة بالإسلام نهار الحد كيمشي يعلمهم اللغة العربية ويديهم للجامع نهار الحد باش يتعلموا اللغة العربية ماشي باش يتعلموا الدارجة خصهم يتعلموا اللغة العربية باش يحفظوا القرآن حيت القرآن هو علاش بنينا الثقافة ديالنا
وهذا هو المساوئ ديال الدين. المسألة ديال القضاء والقدر مثلا ديك فاش كتكون كدير أي حاجة كتبقى تحاول وتعاود تحاول وتعاود تحاول وتشوف شنو هو الخطأ اللي درتي. بحال فاش كانوا كيصوبوا البغرير، الإنسان الأول أو المرأة الأولى اللي جات صوبات البغرير غادي تكون صوبات واحد البغريرة خايبة مزيان، ما فيهاش تقابي، فيها غير تقبة وحدة وديرة كشي قطار ولا شي صندالة، فهمتي؟ وجات بقات كتحاول كتحاول، الله جابت فيها ثلاثة العينين. شوية جات بنتها تاهي شدات نفس البغرير وبقات كتزيد فيه، هادي زيد فيها، اليوم زدت بزاف ديال الخميرة، خصني نقص ديال بزاف خصني نقص شوية من الخميرة، وغادية بحال كنت تصاوب البغرير. كل حاجة كنديرها في الحياة ديالنا كتبدا من واحد من زيرو، شي حاجة اللي كلها أخطاء وكتبقى غادية توز بيرفكسيونوم. اوكي، علاش؟ حيت كديرها المره الاولى ما كتخدمش، كتفكر كتقول علاش ما خدماتش، حيت ناقصها هادي ولا اي حاجه. بتصاوب موطور ديال الطوموبيلات، بتصاوب ترانسميسيون ديال الطوموبيلات، بتصاوب راديو، اي حاجه كتصاوبها الا وكتمشي لواحد البروسيسوس دو ديفلوبمون. بحال فاش تيقولوا اول حاجه هي الرويضه، والرويضه اذا مشو ولينا احنا، ولينا في الطيارات، ولينا في الدرونز، ولينا في self-driven cars. داكشي الإسلام ما كيعطيكش هاد الفرصة. مثلا هاري بوتر، هذاك الكتاب اللي تبنى عليه فيلم، هادي قالها أوباما، كتكتب هذيك القصة وكديها تدونها بابليشي، كتبغي تدونها باش تصوب من كتاب، تيقول لي هذه القصة عندك عيانة. باش ينجح ليها هذاك الكتاب مشات 12 مرة، كتمشي المرة الأولى تيقول لهم هذا الكتاب ما قابلهش، كتمشي كتبدلو كتزيد فيه كتصوبو، الثانية قالوا ليها لا، الثالثة قالوا ليها، الرابعة قال، خمسة، ستة، سبعة، ثامنة، تسعة، عشرة، 11، 12 قالوا لهم غادي اوكي غادي نبوبليشيو. أشنا هو صدق the best seller وقيل في الاستواخ، الكتاب الوحيد وقيل اللي تبع أكثر من هذا هو لا بيبل ولا القرآن وقيل. تخيل هاد المرأة هذيك وكانت مسلمة، غادي تمشي المرة الأولى ما تقبلهاش، الثانية ما تقبلهاش، تزيد الثالثة ما تقبلهاش، الرابعة، الخامسة، السادسة غتقولها شي صافي كتبها الله، هذا الشيء كاتب الله. يعني كتدخل واحد الكائن، واحد الكائن خيالي اللي هو الله. اصلا الله تيقول لك الحياه ما كتسوى والو ياك، انما الحياه الدنيا لاعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. احسنت يا صلوا على محمد الله العظيم، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، هذه كتقول على آل محمد عزيز على فاطمة. لا والله لا عجبتني هذه الطريقة باش قريت الآية بدون أي خطأ، لا إبلائي ولا كذا، تبارك الله عليك عند السيبيا اللير. هذا الشيء راه حافظه من الشهادة لما عرفش الصورة اش من صورة، هذه شي صورة الحديد ولا شي لعبة ياك، مشيت لواحد ولا الواقعة ولا السباحة ولا شي حاجة من داك الشي ديال المدرسة، مشيت الجامع ديال الشيعة وكيبدا يهضر كيقول لهم عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد، عطروا أفواه. لا وطولنا فيها الصنطيحة، غرقنا فيه مزيان، سيتو انت الصنطيحة. بيلي أمل، تفضل يا أمل. أهلا
هل الله أول شيء مشكور لأنه مرت فترة طويلة لم أسمعك تسترسل، وأنت تعلم أني أنا أستمتع لما أنت يعني تسترسل، بس هل الله يتوضأ ما يعني قبل أن يصلي على محمد؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السؤال هل الله يتوضأ قبل أن يصلي على محمد؟ الله يرضى عليك يا أختي أمال. الأستاذ بينلير قرأ عليك آية وهي موجودة في القرآن الكريم، هل يعقل أن تقول عن الذات الإلهية لا يتوضأ؟ لا خلينا حتى نكون حتى يعني لا تبدو تركت يا أخي فيلير، والله حتى أنا في أسئلة مقبولة أن تناقش وتحاور، لكن على فكرة wait بليز يعني تفضل. أنا أسأل مش بجدية، أنا يعني كوميديا سوداء. لا عزيزي مش أنا التافهة اللي في بالك أبدا. لا والله ما قلت عنك أنك تافهة على فكرة، لا تفضل لك بصراحة. بصراحة إن كان سؤالي جد وأنت المهم على فكرة والله أنا من المعجبين من مداخلتك. لم يقل لنا الإسلام هل الإله توضأ أم لم يتوضأ، فأعتقد الإله معصوم. أوكي. من دخل عندي لكم سؤال، من هو المسؤول عن موت يعني الناس؟ منه هل البشر هم من يتحكمون باليوم الذي يرحمون فيه أم الله؟ هو الإسلام يقول الله هو الذي إلى أجل مسمى. السؤال إن كان الله، إذن لماذا يكفر الذي مات انتحارا؟ Exactly. عن جد عاد. هنا السؤال يا مولد الأفكار، هذه أمل. أنا الآن أسأل بكل جدية، إن كان الله هو من يحدد مصير وأسباب موت الإنسان، لماذا الذي يموت منتحرا كافر؟ أريد إجابة بليز. طيب لا طيب أوكي، هو في الحقيقة نعم هو معلوم أن الانتحار محرم يعني في العقائد يعني عقائد السماوية. أنا لا أريد أن أتناقش بالكفر يعني لا أنا أريد أن أعرف أنا لم أقل بكفر. لا الذي ينتحر هو الذي يعني حد حياته بإرادته، هو لا ليس هناك أي عبارة تقول بأن بالفعل هو كافر، لكن لا يا حبيبي معروف كافر بالإسلام المنتحر كافر. تفضل أعطيني يعني حديث أو أي قرآنية تؤكد يعني ما يعني هو في شيء يعني هو أمر محرم. لا هو في نطاق المحرمات نعم يدخل. حلو أوكي 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 حلو يعني إن هل أنت تقصد إن الله يجعل البني آدمين أحيانا يفعلون المحرم لما يموتون من تحرين؟ هو كفر قبل أن يموت، يعني لما هو كفر قبل أن يموت فهو كافر قبل أن يموت، لأنه فكر يا جماعة ما كانت عنده نية الانتحار، فهم؟ ولما أخذ نية الانتحار لا لأن في خطأ، في خطأ معروف بالإسلام من يموت منتحرا هو كافر، هذا شيء معروف نعم، لكن لما هو
نوى أن ينتحر فقد كفر، وبعد ذلك نفذ. يعني برافو. يعني فهم؟ لا. يعني النية هي كل شيء. لما أخذ أيوة برافو برافو. حلو حلو، أنا موافقة، أحسنت أحسنت. عيل لماذا الله سيراه يعني كافرا؟ وأكيد كل كافر يعني سيكون في قعر نار جهنم. ليش؟ لماذا يكفره ويراه أن يجب أن يكون مثواه النار إن كان هو من يتحكم في مصير وأسباب الموت؟ هذا شيء متناقض. أو إيش؟ مثلا عندك آية قرآنية أو حتى حديث صحيح يؤكد بأن من تقدم بالانتحار متواه جهنم. صح أدر. صح. وبيان لي لا نريد حيث لأن طيب هو قالها صراحة الذي استنى أنا لما سألتكم أريد إجابة من أحد، من المتحكم في مصير موت الإنسان بالأسباب؟ الله. وأنتم لم تعترضوا وأنا برضو مش راح أعترض، وصحيح في الإسلام هكذا يعتقدون. إذن أوكي الله، ما دام الله هو الذي سبب في أن ينتحر هذا الإنسان، لماذا لا يدخل في رحمته بكونه كافر وسيكون في النار؟ مش المفروض هذا الكيان سيكون يعني شريرا؟ أنت تعتقد، عشان بس نرجع لما يعني إحنا وقفنا عليه، تعتقد يعني ما دام الله هو من يحدد كيفية موت البني آدم، أو هو من يسبب الأسباب للموت، إذا هو جعل سبب موت البني آدم أن يموت منتحرا، لماذا لا يدخل في رحمته؟ لماذا يكون كافرا؟ لماذا المفروض يكون في النار؟ أوكي الأخت أمل، شكرا. الإخوان تصبحون على خير. أخواني وحبيبي.